السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب، بالوصال، بالمودة والأمل ألقاكم أعزائي الأكارم في هذا الخميس الجميل. حصتنا برنامجنا برنامج محلى للعشية، ساعتين من عمر الزمن، كل يوم أحد واثنين أربعاء وخميس، ولكن يوم الخميس في خصوصية مميزة لهذا البرنامج، أنه ضيفي هو يكون شخصية معينة، اسم لامع في مجال ما، هو اللي قدم البرنامج مكاني، وانما نقولوا نبسطوها يحاول يخوض هذه التجربه، تجربه التنشيط بدلي. واليوم ضيفي الكريم هو انيق سامي، نقول انه جميل كذلك، ووسيم، هو معروف بالاغاني الاندلسيه الحوزيه والعاصميه، هو يلقى روحه في الفن في الغناء، ولكن اليوم قال لي لازم نجرب معك التنشيط، لكن انا قلت له هذا شيء صعيب عليك، هو قال لي نجربه ونشوفه. اذا ضيفي راح تشوفه بعد الفاصل. مساء الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء. انا ضيف عندكم ولا انتم ضيف عندي؟ محلى العاشيه تهضي القمر، جاو حبابنا لينا في ورد من الزهر. يرحب بكم سامي زرياب، ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات جميله ونقضيوا احنا كذلك اوقات جميله معكم. كالعاده الحصه هذه تستقبل ضيوف من مختلف النشاطات. اليوم نزل ضيف عندنا رئيس جمعيه شبابيه، هي جمعيه شباب بلوس، رئيسها سيد صغير محمد امين. رحب بك. الله يسلمك. مرحبا بك ضيف عندنا. انت على كل حال ما شاء الله شاب وتنشط في هذه الجمعيه الشبابيه. ربما السؤال ما يكونش روتيني، ولكن المشاهد الكريم عنده بعض الاسئله اللي نخطف لنا سؤال منها ونقول لك ما هي الفكره او الفكره اللي جاتك وراء انك اسست هذه الجمعيه اللي تنشط في ميدان شباب، وعلى ما اظن اذا ما خانتنيش يعني المعلومات انها كذلك جمعيه خيريه. اكزاكتومون. تفضل. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، سامي زرياب نشكرك على هذه الاستضافه هذه. الله يسلمك. بلي ما نساو منى تانيت. انا ضيفه كيما انت يا محمد امين. دونك الفكره تاع الجمعيه هي بدات من 2008. ايوا. يعني فكره تاسيس الجمعيه. وين كان جماعه من الشباب يعني اللي كانوا ديجا منخرطين في جمعيات واحده اخرى. نعم. دونك قلنا وعلا ما نكونوش في اطار تنظيمي ونديروا جمعيه اللي تخدم الشباب والطفوله. في اطار يعني اداري. في اطار اداري. بعدين يعني جات في حتى 2011 باش يعني كانوا عندنا كاع المعطيات باش نقوموا اوفيسيالمون بتاسيس الجمعيه. ايوه. وقمنا بجمعيه عامه تاسيسيه في ديسمبر 2011 وبدينا خدمنا ايتو في لي زاكتيفيتي تاعنا دوبي اون اني. مي ابخي من بعد سيتوفي مع لا نوفيل ومع القانون الجديد 06/2012 دونك لازم علينا نعاودوا الجمعيه العامه بحضور محضر قضائي ايتو. والحمد لله الجمعيه هي عاودناها ورانا في وبود لاغريمون ان شاء الله. الله يبارك. مي سينون واش درنا توسكي كونسيرن لي زونفون اي لا جوناس هنا في المجتمع الوطني. ونشاطكم في العاصمه. نشاطنا على مستوى الجزائر العاصمه. طيب محمد لامين واش راك؟ صباح الحمد لله. الحمد لله. بما انك راك تقول انها جمعيه شبابيه، هل هي محدده بعمر محدد يعني العمر لا ترونش داج محدده؟ راك تقول شبابيه. يعني احنا نقولوا لا ترونش داج بون ان جان اونتر 15 ans نقولوا 18 ans حتى 30 ans. وإذا كان فات 40 سنة 45 حب يعمل أعمال شبابية، ينشط حملات خيرية، وإلا هل يلتحق بكم ولا لا؟ بيان سور، احنا متفتحين على كاع الأعمار، متفتحين على كاع الأعمار، يعني كل واحد اللي كيفا أبوغتي أن بليس للجمعية تاعنا مرحبا به. جميل. طيب بما انكم جمعيه شبابيه وهو سامي زرياب فنان، صوته جميل، يفرحنا في الافراح والمناسبات، كيفاش تلاقيته؟ هل هو منخرط معكم؟ شغل قريب راه منخرط معنا. السؤال موجه للامين ولا هو على كل حال؟ لا لا ليه، هو قال لي الحق، انت ربما تروح له من ومن. سامي زرياب تلاقينا في الاذاعه، كان عندنا ان باساج في الاذاعه الجزائريه، دونك تما تلاقينا ومن بعد زدنا تلاقينا ثاني فرصه واحده اخرى تلاقينا غير سامي با لونتون في اليوم العالمي لمرضى اطفال السرطان. اطفال السرطان اللي كانت على كل حال مبادره اللي قامت بها القناه الاولى في الاذاعه الوطنيه، انهم زاروا الاطفال الصغار سمعتها عبر الراديو في قسم مرض السرطان. نعم.
كانت هناك كما قال لك حفله، درنا حفله مع الدراري. حتى الاولياء فرحوا سامي، سمعت لهم في الراديو كانوا فرحانين لانكم بدلتوا الجو، عطيتوا جو جميل للاطفال نتاعهم. إيه هذا كنا معروضين ثاني. انا نحكي عليه هو اللي كان حاضر. شوف على كل حال سيد صغير، انت كونك انك تمشي لهذه المبادرات في جميع يعني الميادين، المستشفيات، ديار العجزة، ربما الـ 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 الأماكن المسعفة، وجودك في هذاك المكان يعني كيف، واش كنت تحس يعني اسكو هذيك كما قال لك كي كنت في هذيك اللحظة هذيك تما كعند قسم جراحة مرض سرطان تاع الأطفال، هل كان عندك إحساس أنك المبادرة هذه ربما تزيد ديرها ولا يعني كيفاش كانت، واش كان إحساسك هذاك النهار؟ يعني فرانشمون داك شو ريماركي باللي كنت ما كنتش ديجا ما كنتش الاز كي نشوف هذاك دي جون ماشي ساهل، دي جون سون دي مامو مراد هكذاك، دونك سي با فاسيل باش يعني بالك جيتي ان بو روتيري نشوف برك من بعيد مي ولكن يعني شوف ربما هذاك الالم يعني نقولوا من جانب اخر الم ربما يحفز فيك يعني مبادرات ولو يحرك فيك يعني شعور. توتافي توتافي، احنا عندنا يعني باش بين قوسين هذه باللي عندنا عضو فعال في الجمعيه اللي هي سهيلة نحييها تاني يعني سهيلة تاني سان اكزوم في الجمعية تاعنا أيوة. اللي هي راهي تعاني من مرض السرطان تاني أيوة. مي راهي تقاوم وراهي تمد واش تقدر تمد في الجمعية أيوة. دونك هذا كي نشوفوا احنا واحد هكذاك مريض ويجي للجمعية وينخرط ويمد من طاقته احنا بصحتنا دونك لازم علينا بالطبع لازم علينا بالطبع. طيب احكي لنا على النشاطات اللي قامت بهم الجمعية الشبابية هذه حتى نعرفوا اكثر المشاهدين راهم يتبعوا فينا الان. فوالا دونك انا جبت لكم نمومون الجدول العمل تاعنا تاع الجمعيه اللي درناه في عام 2011 2012 دونك هذيك رياسون تاع محمد اللي هو شارج الكوميونيكاسيون عندنا في الجمعيه. دونك الجمعيه هي من 2011 لا بروميير اكسيون اللي درناها سيتي درنا لقاء بين اطفال فلسطين واطفال الجزائر. نعم يعني الاطفال الجزائريين واطفال فلسطينيين كتبوا رساله للامم المتحده ايوه اللي ندوا بها واش راهم الاطفال واش راهم يعانيوا في فلسطين. ايوه يعني احنا ما درنا والو، احنا شفنا لي زونفون يكتبوا وقاعدين نشوفوا. جميل. وين كانوا معنا دي زانفيتي كمثل سليمه صواكري، سنه فينا الثانويه الحسنه، معنا راين عثماني اللي هو رئيس الشرفي للجمعيه نحييوه. نعم. كان سفير دوله فلسطين هنا في الجزائر، رئيس الشرفيه للجمعيه السيده مداني. جميل. يعني كي شفنا واش كتبوا الاطفال انا واحد خلاص خلاص ولو كما يقول لك الحقيقه تخرج من افواه الاطفال ما شفنا بالاطفال عندهم وعي عندهم وعي انساني صحيح. يعني واش راهم يشوفوا في الواقع، ما هدرناش سياسيا ولا هدرنا غير يعني الاطفال واش البراءة الاطفال. بعدين جمعنا البصمات تاع الاطفال وين جمعنا هذوك البصمات والسينيا والاطفال باش ان شاء الله هذه الرساله هذه راينا شويه رودار باش تلحق باذن الله تلحق الامم المتحده ان شاء الله. ربما سؤال اللي يخطر على ذهني، نشاطاتكم هل هي نشاطات سنويه مبرمجه ام هي على الصدفه او يعني تحركات تاعكم كي تتحركوا الاماكن، يعني هل هناك برنامج مسطر ام يعني على الصدفه او تجيكم نداءات او يعني هو البرنامج احنا نديروه في ديبي دلاني. ايوا عندنا ان بلون داكسيون كيفاش يعني كل عندنا بيان سور لي دات اللي معروفين مثل الاعياد الوطنيه والاعياد الدينيه هذوك سي ساكري. ايوه مثلا في المولد النبوي الشريف اللي فات مؤخرا قمنا بعشاء ما درنا عشاء في ديار العجزة تاع بير خادم هذا شو جوغ مع اون كولابوراسيون مع جمعية احسان نشكر الرئيس تاع جمعية احسان مدام شيخي. دونك يعني احنا نشوفوا مام هاد لي كروند اسوسياسيون الله يبارك ما شاء الله عليهم يعاونوا دي بوتيت اسوسياسيون هكذا يعني لانه عمل الخير هو اللي يجمعكم والحملات التطوعيه هي اللي تجمعكم وما كاش حاجه اسمى من هذا الشيء. ما احنا ما عندنا لا ناقه ولا جمل في هذه الزاكسيون. اكيد اكيد مشكورين والله. احنا عباد سخرنا ربي سبحانه باش نكونوا كما يقولوا في الاستماع ولا نسمعوا لهذ الناس هذه الشريحه من الناس. سيرتو احنا سيرتو الشباب يعني الشباب انا نشوفوا باللي عشيه سوداء ومن بعد واش صرا في المشاكل في بلادنا. مي الحمد لله انا نشوفوا باللي الشباب راه واعي. نعم. علاه؟ باسكو راهم يجيو ديجا الجمعيه، راهم يجيو راهم يديروا يعني بدينا بحوالي 15 عضو مؤسس في الجمعيه. نعم. واليوم رانا فايتين 60 شي جميل انا فايتين 60 يعني راهي تكبر منهم 40 عضو ناشط يعني يجيو شاك اكسيون يجيو سي دي بينيفول يجيو الله يبارك
يعني انا نفتخر كشاب جزائري ونخدم مع شباب كما هذوما. جميل. اذا انك تقول 60 سامي وانا 62. والله لما تحسب الزملاء دراهم هنا دراهم في الغرفه الفكريه. ربما جمهورك انك المشاهد الكريم. ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بهم تفاصيل. محمد امين صغير يعطيك الصحه على العمل الخيري اللي تقوم به وعلى هذه الجمعيه الشبابيه. نشكرك كثير. وراح نكملوا سامي نتكلموا على هذه الجمعيه الشبابيه لكن مع ضيف ثاني. يعطيك الصحه. الله يسلمك. شنو تقول لنا كلمه ختاميه؟ برك عندي برك شكر للمعدين الحصه، معدين تاع الحصه هنا يعطيهم الصحه والاستضافه. سامي زريه بيان سور اختي منى. لا شكرا على وجهك. شكرا على الانفيتاسيون. شكرا. عندي برك بتي كوكو ما كوزين عندها طفله اسمها نور سيرين. بالصحه وهنا عليها. اي بصحه ولا ما جبتناش طمينه. مازال ما شفتها. احنا اداء طمينه. الخطره الجايه بخومي ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك. اذا مبروك عليكم ونشكرك كذلك على حضورك. قبل ما تروح نعطيك هديه يعني مني ومن الفرقه ومستمونيا. ولفي مريم اغنيه جميله جدا. نحبها معليش نعطيك مقطع منها. انا يا في حماك قلت ليها ولفي مريم رفقي من حالي يا الباهية يتخفف سقامو من ديك النظرة الباهية حيني بسلام. الله الله يا سلام يا سلام يا ليت الغنية هذه ما قالش ولفي مريم قال ولفي منى على هذا الوقت. على كل حال على اسمي احدى روائع تراث شعبي الجزائري بصوت شيخنا الغفور يا ربي ان شاء الله يطول في عمره اللي كان نالجز بها جائزه سنه 69 في مهرجان الشعبي. ولفي مريم من روائع. سمعتيها ديجا منى؟ اكيد اكيد شابه بزاف رائعه جدا. اغنيه عمرها ولا تموت. والدليل على هذا اني انا كنت غامرت في 2010 وصدرت البوم ثاني اللي كان عنوانه ولفي مريم. عاودت هذا التراث ولكن بطريقه معصرنه وكانت ادوات موسيقيه جديده سانتي لا بواط ريتم باش نحافظوا برك على التراث. الله يسلمك. حافظوا على التراث على التراث وان شاء الله يكون المشاهد الكريم كذلك يستمتع واستمتع استمتعنا احنا كذلك بهذه المقطوعه الموسيقيه. مره ثانيه دائما نحن في برنامج محلى العشيه واكيد انها محلى العشيه. الله يبارك بك منى وطاقم والضيوف اللي دائما راهم نازلين علينا ونازلين عليكم كذلك. مره ثانيه نرحب بضيف ثاني ينشط دائما في هذه الجمعيه اللي هي جمعيه شباب بلوس. السيد بن عبيدي حمزه اللي هو رئيس الامانه الماليه هكذا. مرحبا بك تفضل. الله يسلمك سامي. الله يسلمك. نشكركم على الدعوه هذه. مرحبا بك. اهلا بك. الله يسلمك. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله راك مرتاح معنا. الحمد لله. حنا نكونوا مرتاحين عندهم. الله يبارك خويا حمزه. كان سبق عندنا رئيس الجمعيه وكان تكلمنا عنه دردشه اعطانا صفه يعني ولو فكره عن الجمعيه لكن انت يا عندك يعني البوست ديالك هذا حساس كي نقولوا امانه الماليه يعني كل واردات الجمعيه وكل اموال الجمعيه يعني تحت مسؤوليتك. نعم هكذا. يا هل ترى انت اللي اخترت هذه المهمه هذه ولا يعني فرضوا عليك انك باسكو لانها مسؤوليه وشي ماشي سهل عندك يعني تتمكن انك يعني باش تسير جمعيه وخاصه في هذا المقتصد جانب الاموال. تفضل. هي على كل حال نهار اللي درنا لاسومبلي جينيرال. أيوة. كان تم ان فوت هكذا. الله يبارك. وكانوا خيروني اعضاء المكتب. ايوه. ولي مومبر فونداتور تاعنا تاني اللي نشكرهم داروا فيا ثقه. ايوه. وحطوني انا رئيس امين الخزينه. أمين الخزينة. على الجمعيه. يعني فيه صفه الامانه فيك وانت شاب صغير يعطيك الصحه. والله مثال شباب الجزائري الوفي والامين. الله يعيشك الله يطول في عمرك. ومن بعد كيفاش؟ من بعد مهمه صعبه شويه. كيف فيها شويه مداخل تاع الجمعيه الاموال هذه اللي احنا يعني رانا كاين لي فامي تاعنا اللي يعاونوا فينا مام لي كوتيزاسيون تاعنا احنا يا بيناتنا. هذا الجانب تاع كما قال لك اللي راهم يعطوا في دراهم نجيو ليه في سؤال اخر ان شاء الله. نطرح انا حبيت نعرف ما هي اهداف الجمعيه الشبابيه هذه وش راكم مصممين مخططين توصلوا له؟
احنا كجمعيه شبابيه نعم ماذا بينا نديفلوبي لا مونطاليتي تاع لي جان ايوا ميم تاع لونفو بمعنى يعني يولي يشوفوا في البلاد هذه في غير لو كوتي بوزيتيف برك الجانب الايجابي نعم اللي جا اسمها جونيس بليس. واش اعطيني امثله مثل اللي هكا الامثله كنا درنا دي فورماسيون بور دي جان ما احنا كنا شاركنا في هذه الفورماسيون. اي نوع من التكوينات؟ يعني تكون في الثقافه في ما كنا ثاني في هذا الدومين هذا استضفنا جمعيه تاع صحه سيدي الهواري اسدياش من وهران. هذه جمعيه جاوا لهنايا باش تبادلنا التراث الوهراني عرفونا على التراث الوهراني اللي فريمون ما كناش نعرف. تبادل ثقافي يعني بيناتكم. تبادل ثقافي هذايا كنا درناه في دراريا في ليسيوم تاع دراريا درناه ديناهم ثاني اون فيزيت القصبه تاعنا ديناهم ثاني فيزيت لتيبازا جولات سياحيه جميل وهما ثاني عطاونا معلومات على مدينه وهران. الله يبارك. شوف اذا تكلمنا عن هذا الجانب اللي هو الخرجات تاعكم وتبادل تاعكم مع جمعيات اخرى واحتكاك بولايات اخرى لو كان يعني تكلمنا على يعني اذا قلت الحركات يعني التحسيسيه او الخرجات التحسيسيه للاطفال مبادرات لكم تقوموا بهم هل هناك مبادرات يعني راهي قائمه ولا حتقوموا بها في الايام هذه باش الجمهور المشاهد الكريم تكون عنده فكره؟ نعم نورمالمون عندنا في البروغرام تاعنا راح نديروا خرجات للاطفال ايوه وندوهم لي زوزين الله يبارك يشوفوا يعني المركبات الصناعيه ولد صغير يشوف قرعه جو هكذايا كيفاش يعني مراحل يعرف صح كيف تختاروا حمزه الاطفال هذو حبيت نعرف انا هو يعرف العاصر كيفاش تخدم وانا نعرف كيفاش اخترتوا هذو الاطفال المدارس الابتدائيه تختاروا اي مدرسه تروحوا لهم جميل ولا من كل مدرسه نديو شويه خمسه طيب حمزه ما فكرتوش انكم تجيبوا الاطفال يشوفوا الكواليس نتاع الحصص التلفزيونيه مثلا؟ شيء جميل وعلاش فكره جميله بيتنا واسع وراح نرحبوا بكم كل متاكد فكره جميله ان شاء الله ان شاء الله اليوم جايين ان شاء الله ان شاء الله ويعني راك مقابل الكاميرا وكاين جمهور واسع يعني ويشاهد وتعرف على جمعيه شباب بلس يعني هل هناك نداء توجهه للجمهور من جانب مساعدات او من جانب احتضان يعني الجمهور لهذه الجمعيه باش يكون تكون عندكم فروع متوسعه وتتمكنوا يعني من عطاءات تاعكم هذه اللي راكم قايمين بها؟ انا ما نهضرش غير على الجمعيه تاعنا نهضر على الجمعيات بصفه عامه من جميع واحد اللي يقدر يمد حاجه للجمعيه شغل تكون حاجه مليحه هذه انا نظن باللي حاجه مليحه اي جمعيه اللي راهي قريبه ليه الولايه ديالو ولا البلديه تاعو يتقدم ليها ويمد وش يقدر. الله يبارك. طيب اللي حبوا يتصلوا بكم كيفاه لازم واش لازم يعملوا؟ المقر الى الفيسبوك والى الفيسبوك تاعنا اللي هي جونيس بليس او باث جونس يعطيك الصحة حمزة. إذا حمزة عبيدي أنت عضو في بن عبيدي عضو في جمعية شبابية نشكرك كثير على الأعمال هذه الخيرية لك وتقوموا بها والأعمال الشبابية هذه نقول لك واصلوا إن شاء الله يعطيك الصحة ربي يوفقنا إن شاء الله. شكرا شكرا حمزة بن عبيدي الله يسلمك شرفتني ونورت البلاطو الله يسلمك تحياتنا لأعضاء الجمعية تاعك وجميع اللي ينشط في الجمعية تاعكم إن شاء الله مزيد من المثابرة والعمل إن شاء الله. إن شاء الله. يا أخي راك مليح معنا. والله الحمد لله. راك تضحك حبيت نزيد من ضحكك. لقطات فكاهية كاينة مرحومة من عمالقة الفن الجزائري والتمثيل وردية حميطوش ربي يرحمها اللي كما قال لك تركت الساحة الفنية وإحنا كنا صغار غير خالتي وردية خالتي وردية فنانة والله يعني نقدر نقولوا مدرسة الفكاهة بكل كما قال لك كل معانيها معانيها يعني والله غير شيء جميل وإن شاء الله كما قال لك يا الساحة الممثلين ياخذوا بهذا المثل تاعها عندها أعمال هي. عندها أعمال سكتشات وأعمال وأفلام نقترحها عليكم مشاهدينا الأعزاء نشوفوا هذا السكتش للمرحومة وردية حميطوش تابعوا معنا قدمي تفضلي شوفي ذاك الزيت جنان اي 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 شوفي شوفي ذاك الزيت شوفي
برشا. الله 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 يرحمها. هذه هي وردية حمي طوش، ربي يرحمها ويرحم الفنانين اللي رحلوا علينا واللي مازال مربين ان شاء الله يطيبوا في عمرهم، نتمنى لهم مزيد. اذا من جو اخر، من جو الجمعيات والاعمال الخيريه الى مجال ثاني وهو دائما مجال شبابي، نعرج الى الرياضه. نرحب بضيفي الاستاذ كاس الأعلي، هو مدرب في فريق 11 ديسمبر بن جراح. مرحبا بك استاذ. شكرا، بارك الله فيك. الله يسلمك. مساء الخير استاذ كاسل. مساء الخير، شكرا. لاباس؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله، والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. نذكر فقط المشاهدين انه ضيف العشيه اللي يمر معنا كل يوم خميس، اي نجم العشيه، هو اللي يختار الضيوف نتاعو. بالطبع. واليوم راني مثلكم اعزائي المشاهدين، راني نكتشف اصدقاء وضيوف فنانا اللي هو اليوم حب ياخذ مكاني. نقول له مازال. إذا سامي، كيف تلقى الفن مع الرياضة؟ هذا اللي حيرني. والله شوفي، على كل حال الفنان ربما ما يعيش غير في الكلمات وشعر الألحان. صح. شوفي، الفنان إذا كان فنان، فنان في كل شيء. عندك الحق. وكوني فنان عادي، يعني نحب الرياضة وأنا رياضي بدرجة الأولى. نتابع الرياضة بمختلفها، كرة القدم، كرة السلة، وخاصة الرياضة القتالية، الكونفو، المصارعة، الكاراتي. والأستاذ اللي شرفنا اليوم هو مدرب في رياضة الكونفو. صعيبة كثير. اسمع اليوم اللي هكذا. اليوم راني هكذا. تفضل شيخ، كلمنا على الفريق. على كل حال، يعني أنت كونت الفريق هذا. نعم، أنا كونت. تفضل أعطينا فكرة. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الاستضافة. على كل حال، الفريق هذا هو فريق 11 ديسمبر، المكان تاعو هو في بن جراح. فريق معروف، تحصل على عدة ألقاب، سواء ألقاب وطنية أو ألقاب إفريقية، والمرة الأخيرة تحصل على بطولة العربية اللي جرات في الأردن. الله، تحصل على المرتبة الأولى في الاختصاص. ما يخفلكوش باللي هذه الرياضة فيها اختصاصين. أيوة. في اختصاص المنازلة واختصاص الطاولو اللي معروف في الكاراتيه هو الكيمي، الكاتا. وضح لنا شوية، يعني باش المشاهد الكريم يفهم. هي مش معقدة. هي المفروض كونفو. أستاذ اسمحي لي أختي، وضحنا شوية الكونفو، نتفكروا بريسلي. بريسلي جاكي شان. جاكي شان. لا بريسلي، لا بريسلي جاكي شان. كينفو، كينفو. كونفو فوالا. هذه واش نعرفوا الأفلام، أفلام الصينية غير. يعني يعطينا المشاهد الكريم باش يعرف، يعني تكون عنده فكرة عن نوع هذه الرياضة. هذه الرياضة هي رياضة صينية الأصل. عندها اختصاصات، من بينها كما ذكرت عندها اختصاص تاع الطاولو اللي هي عباره عن حركات. حركات هذه هي حركه وهميه يمارسها الرياضي، فيها بطبيعه الحال هي اصلا هي حد في حد ذاتها متنوعه هذه الحركات، وفيها اختصاص اخر هو المنازله. طاولو تشبه لهذا الطاولو، هو حركات خياليه. خياليه يمارسها الرياضي تاع. أيوة. الرياضي هذا طاولو. واختصاص الساندا هي المنازله، لما نشوفها كما منازله الملاكمه او منازله الكاراتي. أيوة. تشبه نوعا ما لهذا الاختصاصات. الله. وهذه الرياضه هذه منتشره كثيرا في الجزائر، عندها تقريبا منتشره على 48 ولايه. الله. عند تملك ابطال العالم، عند في البطوله العالميه الاخيره اللي جرت في تركيا. الجزائر عندها ميداليتين في الاختصاص المنازله، باش نوضح مليح. عندها ايضا ابطال افريقيا، ابطال العرب، مؤخرا الفريق الوطني اللي راح لتونس في بطوله اللي جرات في تونس، بطوله مغاربيه، كان الفريق الوطني تحصل على المرتبه الاولى. هذه الرياضه كما نقول لك هي معروفه في الاوساط الرياضه، لانها رياضه تمتاز بشعبيه كبيره، خاصه كما ذكرت انت جاكي شان وبريسلي اللي راح عطالها الجانب التمثيل، الجانب الفني تاعها، هذه اللي ساعدت ان هذه الرياضه انتشرت على مستوى العالم بطبيعه الحال. ونتمنى انها تنجح في الجزائر وتكون كما نقولوا حنايا من بين الرياضات اللي تقدم للوطن وتشرف الوطن في المحافل الدوليه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ كاسل، هل فيها اطفال تحقوا بكم؟ يعني حبيت نعرف السن حتى اللي تقوموا بتدريبهم في هذه. هي مش اللي تحقوا الاطفال، هي 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 اصلا هذه المدرسه بدات بالاطفال. بالاطفال. لان انا لما بديت في 2003 بديت بالاطفال، بديت في فئه الكتاكيت. واليوم عندي الكتاكيت اصبحوا هما الفريق، يمثلوا الفريق الاكابر، والحمد لله بهم اللي انا نخدموا ونتحصلوا على النتائج، لان الرياضه مثل هذه تحتاج ان الانسان يبداها من الاحسن، يبداها هو سن صغير. شحال سن صغير استاذ كاسل؟ نبداو حنا هي خمس سنوات، هي تبدا من احسن
5 سنوات. المدرب يتعب، ففضلنا ان نبداو السن 6 سنوات. 6 سنوات هو السن اللي نبداو فيه في المعنى. استاذ كاس، كونك مدرب نتايا، وحنا نهضروا على، احنا دائما نحاولوا يعني الاقتران بين الجيل اللي سبق والجيل هذا. رياضه الكونغ فو يعني في اطارها يعني التربوي، كيفاش يعني؟ هل هي مازالها كما كنت نتايا عندها سنين كنت قبل ما تكون ممارس مدرب، كنت اكيد انك كنت رياضي، يعني كيفاش تشوف هذيك كما قال لك النوع تاع، كيفاش يعني الفكره منك كيفاش تروح لهذاك الرياضي الطفل؟ يعني الطريقه هذيك طريقه كيفاش يعني باش، باسكو الرياضي كيجي ما تكونش عنده فكره يعني صح. كيفاش تقوموا بالتدريب، ولكن كاين جانب اخر هو جانب تربوي. يعني كلمنا على الجانب هذاك التربوي، كيفاش تدخلوا له الرياضه كماده يعني تربويه، كماده لانه معروف انه يقول لك العقل السليم في جسم سليم. يعني كيفاش حتى هذيك يعني ماشي انه طفل 6 سنين ماشي سهل عليها. هي على كل حال نبدا لك الجيل تاعنا، حنا الجيل تاعنا حنا بدينا الرياضه هذه ما كانتش منتشره كثير، خاصه في المنحوت دوكا نلقاو الرياضات طبيعة الحال بدات تنتشر في وسائل الاعلام. حنا بدينا كي لما بدينا حنا صغار من جانب نعرفوا غير بالرسلي، نعرفوا غير بالوسائل. لا هي القاعات، هي القاعات دوكا، لا القاعات دوكا الحمد لله متوفرين القاعات، خاصه في المستوى الوطني. الجانب تاع الصغير كيفاه نلحقوا له كيما نقولوا فكره الرياضه هذه، هي طريقه سهله على كل حال، لان هذه رياضه متنوعه. أيوة. قلنا فيها الاختصاصات بزاف، لان كاين الاختصاصات اللي يقدر يديرها طفل في عمره 6 سنين. أيوة. حتى اللي يقدر في عمره 80 سنه. هذا باش الاختصاصات، لان هذه الرياضه هي عباره عن، احنا نبداوها له بالالعاب. هذه أيوة. رياضه قدموها له في الالعاب، حركات بسيطه، حركتين ثلاث حركات في اليوم، بالالعاب وكاع نحبوها له. عندنا أشرطة فيديو تاع اللي عندنا فيها افلام كيما افلام جاكي شان. جاكي شان عنده اسلوب خاص، اسلوب كيما نقولوا مارح شويه جميل. الطفل يبدا يتحب هذه الرياضه، واصلا وحاجه اللي يخلي الرياضي انه يحب يمارسها اننا نحطوا يعني انه يكون باطل في المستقبل، يكون باطل. نعطوا له فكره هذيك انه يلحق ان شاء الله البطولة. يمثل كيما نقولوا البلد تاعو في المحافل الدوليه، ونبداو نعملوا معاه بشويه فيها تحفيزات. ايضا الجانب التحفيزي هو اللي يخلي الطفل انه يبقى في الرياضه هذه، لان الطفل النهار يبدا تجيه صعوبات، حركه تجيه صعبه شويه. الجانب التحفيزي والرحلات اللي نظموهم، اللي نظموهم في الجمعيه تاعنا، والتحفيزات اللي نقدموهم، هي اللي تخلي الرياضي انه يحب هذه الرياضه. ومجرد انه يمارسها خلال 4 شهور 5 شهور راح يحبها اكثر، لان البدايه هي في الشهور الاولى، لان صعب المدرب انه يلحق هذيك الفكره للطفل باش يحب الرياضه تاعو، وخلال 5 شهور 6 شهور يولي هو يحب الرياضه ويجيها كما نقولوا في الوقت اللي نحدده له يجي يمارس الرياضه تاعو. شيء جميل. إذا أستاذ كاس العلي مدرب في فريق 11 ديسمبر بباش جراح للكينغ فو، نقول لك يعطيك الصحة على العمل الجميل كنت تقوم به وتهذيب النفوس من خلال هذه الرياضة الراقية. جونا بطلين عالميين جبتهم معك ولا بطل واحد؟ هو واحد بطل نائب بطل عربي، نعم، وواحد بطل الجزائر في الفئات الأواسط. راح يشرفوني بحضورهم بعدين، وانا اقول لك يعطيك الصحة على هذا الحضور الجميل. شكرا على هذه الدعوة، بارك الله فيك. لا شكرا على واجبك. كاش كلمة تضيفها تقولها؟ هي الكلمة نشكر رئيس الرابطة للفنون القتالية. نعم. اللي ساهم كثيرا في انجاح هذا الفريق 11 ديسمبر. كما نشكر المستشارة الوزير اللي ساعدت الفريق لما انتقل إلى الأردن، هي بالمغسولة مدام المغسولة عاونتنا إن شاء الله. وبارك الله فيهم، يعطيهم الصحة. ونشكر جميع واحد شارك في انجاح هذا الفريق، وبارك الله فيك. يعطيكم الصحه. شكرا استاذ. على كل حال شرفتنا بحضورك. لو كان كنت لابس البدله الرياضيه كنت نقول لك الرياضي هو يقدم الحركات الحركه، لكن جيت نشكرك. شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله كما قال لك مزيد من التقدم. مشاهدينا الاعزاء، نواصل دائما في هذه الفترات الترفيهيه، نقترح عليكم وصلة هذه الخطره موسيقيه، فنان محمد روان بهذا المقطوعه معزوف بالمنضول. تفضلوا.